تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. وبعد، دائما وابدا نستنير بكتاب الله سبحانه وتعالى ونستضيء به ونستبصر. لقد قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد قال الله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. فمن أبصر فلنفسه. وقال الله سبحانه للوالدين الكريمين أهبطهما إلى الأرض، قال: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالذي يريد الأمان ويريد السلام عليه بكتاب الله سبحانه. أيها الإخوة، في خضم هذه الفتن التي تحيط بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من عدو خارجي يتربص بالأمم الدوائر، ومن أهل جهل كذلك لا يدرون ما أمر الله، لا يدرون ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا ملاذ ولا ملجأ إلا إلى الله سبحانه. ثم إن الله ارشدنا إلى كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا الكتاب العزيز كذلك. في أواخر حياته عليه الصلاة والسلام، راجع من بعض مغازيه، نزل عند غدير يقال له غدير خم، فجمع أصحابه من حوله وقال لهم: ألا إن رسول ربي يوشك أن ملك الموت يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. فحث ورغب، فيا أيها الإخوة، كتاب الله بين أيدينا، والحمد لله ثم الحمد لله. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل، أي الشيطان، من بين يديه ولا من خلفه، لا عند نزوله ولا بعد نزوله. فالحمد لله على هذا الكتاب العزيز الذي فيه النور وفيه الهدى وفيه البصيرة لمريد الاستبصار. فعلينا بكتاب الله حتى نفلح، وحتى تجتمع لنا سعادة الدنيا مع سعادة الآخرة. فدوما نعيش مع كتاب الله، دوما نحن في خير ما دمنا مع كتاب الله سبحانه. إذا تدارسناه نثاب، إذا علمناه للناس نثاب، إذا عملنا به نثاب، إذا دعونا إليه نثاب، إذا تحاكمنا إليه نثاب. كلما اقتربت من هذا الكتاب العزيز، كلما توالت الأجور وازدادت، تتوالى الأجور وتزداد كلما اقتربت من كتاب الله. فحقا إنه كتاب مبارك. ألا وهي مطالع سورة المؤمنون، نستبشر بها ونستضيء بها، إذ مطلع هذه الصورة الكريمة: قد أفلح المؤمنون، قد فاز بمطلوبهم المؤمنون، ونجوا من مرهوبهم المؤمنون،
فما أعظم مطلوب يطلبه المؤمنون، وما أعظم مرهوب يرهبونه. أعظم مطلوب هو الجنة مع رضوان الله عز وجل عليهم. فمطلوبنا أن نسعد في دنيانا وفي آخرتنا، أعظم مطلوب لنا أن يورثنا الله الفردوس التي أعلى المنازل وأن يرضى عنا ربنا. وأعظم مرهوب نرهبه هو النار، وأن يسخط الله علينا عياذا بالله من النار. فكلمة أفلح معناها فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب. قد أفلح المؤمنون. ما صفات هؤلاء المؤمنين؟ أولا هم آمنوا، فكلمة المؤمنون تعني أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، آمنوا بكل ذلك. قد أفلح المؤمنون. وبعد الإيمان ما الأعمال؟ الأعمال التي عملوها حتى يتم لهم هذا الفلاح وتتم لهم هذه السعادة. ما صفاتهم هؤلاء المؤمنون بعد أن آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ قال تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون. لم يؤدوا الصلاة كإسقاط فريضة، بل أدوا الصلاة، علموا أنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل وأنهم واقفون بين يديهم في صلاتهم، فخشعوا لله في صلاتهم وقاموا لله قانتين، لا يعبثون في صلاتهم ولا ينشردون ولا يشردوا بأفكارهم وقلوبهم عن الصلاة التي هم فيها يناجون ربهم سبحانه وتعالى. فاحرص أيها المسلم على الخشوع في صلاتك، احرص أيها المسلم على الخشوع في صلاتك، وانظر الأسباب التي تجعلك لله خاشعا وتجعلك بين يدي الله قانتا، إذ الله قال: وقوموا لله قانتين. ما الأسباب التي تجعلك لله خاشعا؟ ما الأسباب التي تجعلك لله قانتا؟ هذه من صفات أهل الفلاح. أولا اسأل الله أن يوفقك لذلك وأن يرزقك الخشوع في الصلاة، فلن يتأتى لنا خير إلا بإذن الله سبحانه. فاسأل الله أن يجعلك من الخاشعين في صلاتهم، أول سبب. ثانيا، وأنت في صلاتك تدبر القرآن كما أمرك الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فاجتهد لتفهم ماذا تقرأ، اجتهد لفهم ما تقرأ، لفهم ما تتلو، اجتهد لفهم ما تقول في سجودك: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله آخره علانيته وسره. اجتهد كما كان الرسول يجتهد: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، اللهم اغفر لي سري وجهري. رسولنا يقوله: وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري، وكل ذلك عندي. رسولكم اليمين يقول ذلك في سجوده. ليست مقولة الساهي اللاهي، ولكن مقولة المتدبر المنيب الأواب: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، اغفر لي سري وجهري وخطئي وعمدي وإسرافي في أمري، وكل ذلك عندي.
فمن وسائل الخشوع في الصلاة أن تدعو الله أولا أن تكون من الخاشعين، وثانيا أن تتدبر ما تفعل ما تقرأ في صلاتك. إذا قلت سمع الله لمن حمده تذكر أن الله سمعك، تذكر أن الله يسمع من حمده. والسماع هنا أيضا سماع الإجابة، سمع الله لمن حمده، الله سمعك وأنت تقول ربنا ولك الحمد، فسبحانه وتعالى يسمعك ويراك ويطلع على قلبك. فتدبر هذه المعاني الجميلة، وأنت تقول الله أكبر تدبر معناها، أكبر من كل كبير، أكبر من كل كبير، من كل ملك وكل رئيس وكل وزير وكل أمير، الله أكبر من كل هؤلاء، أكبر من الأمريكان، أكبر من الروس، أكبر من كل كبير، الله أكبر كبيرا. تدبر هذا واعقل ما تقول، أعقل ما تقول. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك، لا نعبد غيرك يا ربنا، لا نعبد غيرك، لا نعبد إلا إياك يا ربنا، إياك نعبد، لا نستعين إلا بك يا ربنا، إياك نستعين. فتدبر القرآن المتلو في الصلاة، وتدبر الأذكار التي تقولها في الصلاة. وعسى أن تعلم معناها، ما معنى التحيات لله؟ أنت تقدم التحية في الجيش، تضرب برجلك في الأرض وتعظم بيتك. التحيات العظيمة كلها لله سبحانه وتعالى، أعظم من هذه التحيات الدنيوية الزائلة الفانية، التحيات لله. تدبر هذه الطيبات لله، أمل الطيب لا ترجو به وجه البشر، البشر لن يحمدونك. إن حمدك أحدهم جحدك آخرون، إن حمدك أحدهم أحد البشر وشكر لك جزاه الله خيرا فعل الواجب، لكن حتى لا يضيع أجرك ولا يسبب ولا يتسبب لك أمرك في إحباط، اعمل العمل لله. وممكن تحسن إلى شخص ويسيء إليك راية الإساءة وأنت إليه محسن، وكما قال القائل علمته الرمي فلما استد ساعده رماني، أنا علمته الرمي لما استد ساعده رماني. هذا حتى يتسرب إلى بعض الفضلاء، مصطح بن أثاثة، أبو بكر ينفق عليه لقراباته ويحسن إليه وهو يطعن في عائشة، غفر الله له ورضي الله عنه. فالشهد وأنت تعمل الطيبات اعملها لله، استحضر معنى الطيبات لله، أنا أعمل الطيبات لوجه الله لا لوجه أحد من الناس، حتى يثبت لك الثواب. الشاهد أنك تتدبر الصلاة ومعانيها التي فيها، ولهذه محاضرة مستقلة إن شاء الله. ثم من وسائل الخشوع في الصلاة، لا تصلي في مكان فيه تشويش، لا تشويش على الأذن ولا تشويش على البصر ولا تشويش على القلب، لا تشويش على الأذن ولا تشويش، لا تشويش على الأذن، لا تشويش على البصر، على البصر يعني لا تجلس في مكان فيه تشويش، فإن هذا يسحب عقلك. إن هذا يسحب عقلك، يسحب عقلك عن تدبر الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم في خميصة لها أعلام، خطوط لها أعلام، خميصة لها أعلام فيها خطوط، فبعد أن انقضت صلاته قال يا عائشة أميطي عني قرامك، اصرفي عني، عفوا، لما انقضت صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه، خذوا هذه الثوب اللي علي، واتوني بأنباجنية أبي جهم إنها ألهتني عنيفا عن صلاتي، ثوب المخطط، ثوب المكتوب عليه، كل هذا وأنت تصلي يشغلك عن الصلاة. ونبتلى بواحد يصلي أمامنا كاتب على ظهره اسم لاعب كرة أو اسم أي واحد، ممثل، مغني، طال الصلاة وأنت نظرك يسحب إلى اسم هذا
الاسم المكتوب أمامك على فانيلة الذي أمامك، فأنت تشغل غيرك، تصرفه عن لب الصلاة وعن الخشوع فيها. وإن كان كافرا جلست تفكر فيه، من هذا مارادونا الكافر الذي مكتوب على ظهر الفانيلة كان في البرازيل، والشيطان يسحبك تماما عن صلاتك. الرسول صلى، وقد سترت عائشة رضي الله عنها شهوة لها بقران عليه تصاوير، فلما انقضت الصلاة قال: يا عائشة أميطي عني قرامك، أميطي عنا قرامك، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي. فكل المشوشات اصرفها عن نفسك، لا تجلس تصلي في مكان فيه اغاني وضوضاء، هيسحب خشوعك بلا شك. لا تصلي والاولاد جنبك يجرون ويصيحون والمكان عليه تصاوير. يا اخي ارتد لنفسك مكانا طيبا لصلاتك حتى تخشع فيها لله سبحانه وتعالى. واحذر ايضا حتى قبل الصلاة، احذر في سير اوقاتك أن تحافظ على سمعك وبصرك، لأن الشيطان يستزلك في الصلاة من هذه المناظر. قد تنظر إلى مسرح أو تنظر إلى واحدة عياذا بالله قبيحة المنظر، الشيطان وأنت ساجد لله ينقل لك الصورة التي أنت رأيتها، ينقل لك الصورة في المسرح ولا الملأ الذي أنت رأيت أو في التلفزيون أو في المحمول، يصورها لك وأنت تصلي، فيذهب بلب عقلك عن اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، حتى لا تدري كم صليت. يشغلك بالمناظر التي رأيتها أنت عن تدبر الصلاة. فحافظوا على صلاتكم وحافظوا على جوارحكم، فإن الشيطان يستزل من هذا الباب. لا تصلي أيضا وأنت تدافع الأخبثين، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. يعني أنت محصر، تريد تبول، تريد تقضي الحاجة، كل هذا يسحبك عن التفكير في الآيات وفي الصلاة. تصلي مسرعا حتى تخرج للحمام أو تخرج للأكل، لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط. فصلي وأنت مستريح، صلي وأنت مستريح. والرسول يقول: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع. خلاص أنا أقوم أصلي من الليل لكن تعبان، متعب، ماذا بعد التعب؟ وأنت تقول: يا رب اغفر لي، ممكن تدعو على نفسك. فيقول: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع فإنه لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. لعلك الشيطان يستزلك وأنت ضعيف ويلعب بلسانك وأنت ضعيف، ما أنت مستطيع تتحكم في نفسك من تعب. قل: يا رب اغفر لي، تدعو على نفسك أن ينتقم الله منك وأنت لا تدري. فصلي وأنت أيضا مستريح، صلي وأنت مستريح. تعوذ بالله في صلاتك من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله في صلاتك، لأنك إذا أقبلت على الصلاة الشيطان لا يسكت، يبدأ العمل. كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذرات. فالحديث وفي: فإذا دخل أحدكم الصلاة يأتيه الشيطان، اذكر كذا، حتى المفاتيح كن نسيها، يأتي الشيطان وأنا أصلي. لا، المفاتيح ده موضوع تحت المرتبة، روح للمفاتيح يجعلك تصلي بسرعة حتى تدرك ماذا؟ تدرك المفاتيح، تقول: الله، لعلها موجودة، وتخرج بسرعة. اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر، لما لم يكن يذكر، فكرك بالأشياء التي أنت نسيها في الصلاة حتى تخرج من الصلاة مسرعا، إبليس والعياذ بالله. فهذه بعض الأسباب التي تسبب لنا الخشوع في الصلاة.
اسأل الله أن يجعلك خاشعا، صلي في مكان آمن بعيد عن الضوضاء، بعيد عن التصاوير، صلي وأنت مستريح، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. صلي كذلك متعوذا بالله من الشيطان الرجيم، تدبر ما تتلو من كتاب الله سبحانه وتعالى وما تذكر ربك فيه من أذكار، تدبر هذه المعاني الجميلة. فالرسول يحثنا على تدبر المعاني، لما قال لعلي وهو يعلمه دعاء اللهم اهدني وسددني، قال له واذكر بالهدى هدايتك الطريق، يعني لو أنت تدعو تقول اللهم اهدني ذكر أنك كنت في طريق وتهت ضللت، فما معنى يهديك؟ يدلك على الطريق الصحيح. واذكر بالسداد سداد السهم، كيف والسهم يسدد في الرمية، سدد في العدو، اذكر بالسداد سداد السهم، يا رب اجعلني مسددا، اجعلني مهتديا، لا انحرف يمينا ولا شمالا. فتدبر الأذكار الواردة في الصلاة، حسن استقبال القبلة، حسن الإنصات للإمام والإمام يتلو الآيات، تدبر تعقل ما يقوله الإمام، وممكن الإمام يقرأ آياته وهو ليس بخاشع، لكن رب مبلغ أوعى من سامع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخشوع من أسباب الفلاح يا إخوة. لا تؤدي الصلاة كأنك تسقط واجبا أو فرضا من عليك فقط، لكن ضم إلى ذلك أن تكون خاشعا في صلاتك، أنت تقف بين يدي الله. والله لو وقفت أمام ملك من ملوك الدنيا لوقفت ذليلا ولا ترمش أمامه. وانظر إلى العسكر والضباط وهم يقفون أمام واحد مثلهم ضابط ولا شيء، واقف مستقيم، ولا هو يحيي العلم الصنم الذي يحيون كله لا يرمش، أو يقفون حدادا، لكن تقف بين يدي من يا أخي؟ واقف بين يدي الملك الكبير المتعال الذي تقوم السماء والأرض بأمره. فكن لله خاشعا في صلاتك، أنت واقف بين يدي الله، احرص على أن تقيم أمرك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. الذين هم في صلاتهم خاشعون، وانضم إلى إيمانهم وخشوعهم في صلاتهم، انظر إلى الشخصية المسلمة، الشخص المسلم العاقل الرزين، والذين هم عن اللغو معرضون، ليسوا بسفهاء ولا يتكلمون فيما لا يعنيهم ولا يفعلون أفعالا يضيعون بها أوقاتهم وحياتهم، لا، أعرضوا عن اللغو، واللغو كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال، كل ما لا فائدة فيه أعرض عنه، شيء لا ينفعك لا في دينك ولا في دنياك أعرض عنه، لكن شيء ينفعني في ديني ودنياي أحرص عليه، كما قال الرسول لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحرص على ما ينفعك. فأعرض عن اللغو يا مسلم، يا مسلم أعرض عن اللغو، يا مسلم أعرض عن اللغو. هذه من صفات أهل الإيمان، أهل العقل، أهل الرزانة، أهل الرشاد، الإعراض عن اللغو. وإذا مروا باللغو مروا كراما، لم يتلوثوا به، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لا نبتغي الجاهلين. أعرض عن اللغو، لا تضيع أوقاتك فيما لا فائدة فيه، لا تضيع أوقاتك فيما لا فائدة فيه، لا تضيع أوقاتك أمام مباراة كرة قدم التي يحضرها السفهاء لا حصر لهم، قطيع ضل من البشر، لا تضيع وقتك أمام مراقص أو ملاهي أو سفلة من الناس. كيف تسمح لنفسك أن تنظر إلى قاذورات؟ كيف تسمح لعينيك أن تنظر إلى قاذورات ولا كافرات عرايا؟ كيف تسمح لنفسك؟ هل أنت بهذا الفعل لم تشهد الزور؟ أنت شهدت الزور، فمن شهود الزور وشهادة الزور لها معاني، منها حضور الزور، كما يقول شهدت المباراة حضرتها، شهدت ليلة، شهدت الجمعة حضرت الجمعة، وشهادة الزور أيضا الأخرى التي هي الإدلاء بكلمات الباطل عند القضاء.
فالمؤمن لا يشهد الزور سواء بالرؤية أو بالشهادة والإدلاء أمام القضاء، والذين لا يحضرون مجالس الزور. ما أحد يضربك، هل سيضربك أحد إذا أنت لم تحضر المباراة؟ هل سيضربك أحد إذا أنت لم تحضر المرقص والملهى؟ هل سيضربك أحد؟ أنت الذي بنفسك أصبحت جنديا من جنود إبليس. إبليس ركبك ويسوقك كالحمار، وضع اللجام في فمك كما قال هو نفسه إبليس، يقول لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى لأحتنكن ذريته؟ أركبهم أضع اللجام في فمهم، اللجام تعرفون اللجام في الحنك، وأوجهه كما أريد. الشيطان يعمل فيك كذا، يقودك يلا على المسرح شد واسرع، اسرع بك شد اللجام حتى تسرع إلى المسرح، حتى تسرع إلى مباراة كرة القدم، حتى تسرع إلى القزورات. ما أجبرك أحد إلا إبليس وراكبك، راكبك ووضع اللجام في فمك وشد اجري ويكربك فيك، وأنت من القطيع الضال للسائر. أهل الإيمان عن اللغو معرضون، أهل الإيمان عن اللغو معرضون. ما أحد أجبرك على أن تتكلم كلام فارغ، ولا أحد أجبرك أنك تقوم تصفق لفريقك المجنون، مجنون بالضبط سفيه. ما أحد أجبرك على هذا، أنت الذي تجري وأنت الذي تلعب، ولا حاكم أجبرك ولا أبوك أجبر، أنت الذي تقوم تجري وراء هذه القاذورات. أعرض عن اللغو يا مسلم، يا مسلمة أعرضي عن اللغو، أعرضي أيتها المسلمة عن اللغو. ما معنى أن تذهبي إلى مقهى وتجلسي مع شاب فاسق؟ ما معناه؟ معنى أنك فاسقة مثله، معنى أنك فاسقة من أمثال هذا الشكل كهذا الشخص. ما معنى أن تخرجي متبرجة وكل شيء في جسمك عاري أو شبه عاري وتجلسي مع شاب أفسخ منك وأنتم على مقهى؟ ما معنى ذلك عند أهل العقل؟ بما يفسر أهل العقل هذا؟ هل أنت قريبة من الله بهذه الأفعال؟ أم أنك بعيدة عن الله سبحانه وتعالى بأفعالك؟ والله يقول ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تقولي حديث ضعيف ولا صحيح هنا، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون. كل ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال ابتعد عنه يا مسلم، أنت مسؤول. حقبتنا التي نعيشها قليلة، كم سنة سنعيش؟ 60 70 80 100 سنة. ما رأينا في بلادنا أحدا تجاوز 100 إلا أندر من النادر، إلا أندر من النادر. وفي الصدر الأول كذلك، لما خرج الرسول على أصحابه بعد صلاة العشاء فقال تسألوني عن الساعة، وما من نفس منفوسة على وجه الأرض يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض. يعني خلال 100 سنة يكون كل من الأرض ماتوا، الجديد الذي يولد غدا هو الذي قد يستثنى. لكن يا إخوة احرصوا على الحقبة من حياتكم، حقبة صغيرة نقضيها في هذه الحياة الدنيا، وبعدها إما خلود في النار آلاف ما لا حصر لها لا نهاية، أو خلود في الجنة بلا موت. فلماذا يعني لماذا نفشل في هذا الاختبار؟ أحيانا الله الاختبار في هذه الدنيا حقبة من زماننا، ما الحقبة الله أعلم بها، هل نموت غدا هل نموت بعد غد، هل تعمر أيها الشاب، هل تقضى حياتك في الحين، هل ونحن جلوس الآن نخرج يقدر الله علينا الوفاة سواء في فراشنا أو في أي شيء، أم إلى متى ستعمر؟ حقبة قصيرة من الحياة انجح فيها، انجح فيها بالمحافظة على نفسك والمحافظة على وقتك والمحافظة على دينك. حقبة لا يخدعنك الشيطان ولا يقول لك الله غفور رحيم. صح الله غفور رحيم، لكن يشجعك بذلك على المعاصي. فأعرض يا مسلم عن اللغو، أعرض يا مسلم عن اللغو، أعرض عن اللغو يا أهل الإسلام. ضيعكم الخوض في اللغو، ضيعكم الخوض مع الخائضين. يا أهل الإسلام انتبهوا، واعلم يا عبد الله لن ينفعك ملك ولا رئيس ولا وزير ولا أبوك ولا أمك، بل كما قال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
لا تقل ان عبدي مامور، لا انت مامور صح من الله، الامر لله الواحد القهار. يا عبد الله احرص على ما ينفعك واعرض عن اللغو يا عبد الله، ان قوما قال الله في شانهم اتمنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. يبنون اشياء لا فائدة فيها، لكنه كان بناء مبنى يسكنون فيه يشيدون تشييد فاخر، لكن الآن أسوأ من هذه الأفعال آلاف المرات، بناء للمعاصي وبناء للكفر وبناء للضلال. ابعد يا مسلم، انجو بنفسك، والله ما نأمن على أنفسنا في خضم هذه الفتن. والرسول يقول بين يدي الساعة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، الذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ما الزكاة هنا؟ هل الزكاة هنا الزكوات المفروضة التي لها مقادير وأنصبة؟ زكاة الأموال، زكاة الفطر، زكاة الزروع، زكاة المواشي، زكاة الأنعام، غيرها من الزكوات. أم الزكوات أيضا تزكية النفس من الشرك؟ بكل قال بعض العلماء فأهل الإيمان يؤدون الزكوات التي افترضها الله عليهم، وما أدائهم للزكاة أيضا فهم أهل إحسان، يتبعوا الفرض بالنفل. هذه صدق علي ألف يا ربي، ومن فضلك الذي تفضلت به علي ألف أخرى يا ربي، إقرارا مني بالشكر واعترافا مني بفضلك علي. فيتبعون الفرض بالنفل كي يدخلوا في عداد المحسنين، فالمحسن من يفعل الفرض ويتبعه بالنفل، في صلاة، في زكاة، في عموم التكاليف الشرعية. فالزكاة هنا فيها الوجهان، تزكية النفس، تزكية النفس من شوائبها ومن الأوساخ التي تعلق بها، وتطهير النفس، تطهير كما قال تعالى قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. فهذا نوع من الزكاة، والزكاة الأخرى الإخراج، إخراج المال الذي به تطهر نفسك، لأن المعنى واحد. ولماذا أطلق على الزكاة زكاة؟ وجودها في مالك توسخه، ولذلك فإن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والرسول يقول في الزكاة إنما هي أوساخ الناس، فبقوها مع مالك يوسخ المال. والذين هم للزكاة فاعلون. وبهذا القدر أجتزئ، فما سيأتي شأنه عظيم والتنبيه عليه يحتاج إلى وقت أوسع. بهذا القدر أجتزئ، حامدا الله شاكرا لأنعمه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهيبا بإخواني أن يحافظوا على أنفسهم ويحافظوا على دينهم ويحافظوا على أوقاتهم ويحافظوا على بلادهم، ويكونوا من المصلحين لا يكونوا من المفسدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.